برنامج ريف دائما يبحث عن مستفيدين أكثر عشان يدعمهم حتى نحقق تنمية ريفية في مملكتنا الغالية. اليوم يسرنا الإعلان عن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر لكافة المحاصيل الزراعية. اليوم تقدر كمقدم للطلب أنك ترفع السجل الزراعي بدلاً من صك الملكية. كل اللي عليك هو الدخول لبوابة ريف www.reef.gov.sa واستكمال إجراءات طلب الدعم المباشر بنفس الطريقة السابقة، ولكنك بتلاحظ خانة لرفع صورة السجل الزراعي بدلاً من صك الملكية، وبهذه الطريقة يقترب برنامج ريف أكثر من هدفه لدعم أكبر عدد ممكن من المنتجين الزراعيين، ويقدم لهم دعم مادي غير مسترد يساهم في تطوير زراعتهم وزيادة محاصيلهم. ريف، عطاء ونماء.